اليوم أنها راح توصل الدفعة الأولى من هذا الكمية اللي هي 10,000، قال لك توصل الدفعة الأولى. بالفعل اليوم وصلتنا معلومات وأخبار مؤكدة بالصور والفيديوهات، للأسف الشديد ما قدرتش نتحصل عليها لأني تحصلت عليها في المسألة، ما عبيش وين خليتها من رقم تليفون، لكن موجودة صور وفيديوهات من ميناء العاصمة، من ميناء الجزائر، عن وصول أول شحنة من العجول المستوردة من البرازيل، وعددها 2500 عجل، 2500 وكريف، ماهوش ثور، لأنه الناس ما يفرقوش ما بين الثور والوكريف اللي هو العجل. العجل يعني هو الثور الصغير اللي صالح للاستهلاك للذبيحة، أما الثور الكبير عنده مهام أخرى، لأنه في الذبيحة سواء في البرازيل أو في الجزائر أو في أي دولة اللي يستهلكوا لحم البقر يعني العجول، يستهلكوا لحم العجل اللي هو أحسن نوعية، أما البقر فهي متروكة للتكاثر ومتروكة للحليب. هذا باش فقط الإخوة يعرفوا لماذا 2500 عجل في انتظار البقية اللي هي 7500 رايحة توصل إن شاء الله على دفعات. إذن 2500 عجل مثل ما وعدت حكومة أمين عبد الرحمن ووعد وزير الفلاحة والدولة، وصلت اليوم 2500. إذن نقول لهم أحسنتم ووفيتم بالوعد، نشكركم على الوفاء بالوعد. وبالمناسبة طبعا نشكر كل من يقف وراء هذه المبادرة الممتازة، لأنها أول مرة في اعتقادي، يعني لا أكاد أن أجزم، لكن في اعتقادي هي أول مرة في ممكن على الأقل في حسب معرفتي، أول مرة تستورد الجزائر عجول يعني حية، عجول يعني بلحمها وشحمها وروحها وتذبحها في الجزائر، لأنه احنا متعودين أنهم يشتروا كميات من العجول في البرازيل ويذبحوها في البرازيل ويجيبون اللحم فقط، يعني يجيبون اللحم من البرازيل مذبوح طبعا على سنة الله ورسوله، طبعا الشريعة الإسلامية، ولكن هذه المرة جابوا عجول عايشة حية ويذبحوها في المذابح الجزائرية وتوزع طبعا على مراكز البيع للمستهلك مباشرة. إذن مبادرة جيدة وجيدة جدا. طبعا لا يفوتنا أن نشكر، نقول المحسن أحسنت مثل ما قلت، نشكر طبعا الرئيس اللي هو أصدر هذه الأوامر ووقف على هذه العملية بنفسه، طبعا نشكر وزير الفلاحة، ونشكر سعادة السفير الجزائري في البرازيل اللي كان وراء هذه الصفقة. نعم نقول للمحسن أحسنت، مهما كان المنصب تاعه ومهما كان مكان عمله، سفير الجزائر في البرازيل نشكره هو والطاقم يعني الإداري والقنصلي والقصدي والمكلف يعني بالعملية أو الملحق التجاري أو المكلفين بإبرام هذه الصفقة مع البرازيل، نشكرهم على هذا المجهود وعلى هذا العمل اللي طبعا نتمناه أنه يتواصل ليس فقط لشهر رمضان، بل يتواصل لطوال السنة حتى يكون فيه اكتفاء ذاتي ويكون فيه تغطية لكل مناطق الوطن من اللحوم الحمراء اللي هي حق من حقوق المواطن. نعم حق من حقوق المواطن أنه يأكل مليح، أنه يعالج مليح، أنه يقرأ مليح، أنه يتمتع في بلاده من خيرات بلاده اللي هي الثروات اللي أعطانا ربي، بترول وغاز ومعادن، ومشتاقين ناكلوا اللحم. يعني من العيب والعار أنه الجزائر من أغنى الدول العربية ومن أغنى الدول الإفريقية، والشعب مشتاق يأكل اللحم ولا يشم اللحم، مشتاق يأكل الدجاج، مشتاق يأكل حتى يعني كما يقول لك الناس اللي زابان تاع الدجاج، يعني المصارم تاع الدجاج، ولا مشتاق ياكلهم. عيب. اذا نتمنوا انه هذا البادره ان شاء الله، واش من زمن طويل يا طارق، انا ما سمعتش، انا اول مره نسمع من الجزائر نجيبوا العجول حيين، قبل ما سمعتش جبنا حيين، واحد يقول لي راه جابوها من قبل ما جبناش.
إذا نشكر القائمين على هذه الصفقة وعلى هذه العملية. واحد ضيع 12 دقيقة يهضر على كرشو على الحمل، أنا مشتاقين، كي نقول مشتاقين نهضر على أهلي وأحبابي وناسي والشعب الجزائري. احنا عايشين في أوروبا ناكلوا في اللحم أرخص من الخبز، اللحم نشروه في أوروبا أرخص من الخبز، لكن للأسف الشديد أهلنا وأحبابنا في الجزائر للأسف الشديد يعني ناقص. إذا رانا فرحانين ونشكر الحكومة ونشكر السيد الرئيس ونشكر القيادة الحكيمة، وتحية الجزائر وتحية تبون وتحية الثورة الزراعية وتحية الثورة الصناعية والثورة الثقافية وتحية الزيش وتحية دولتنا اللي جابوا لنا العجول باش ناكلوا اللحم الحمد لله. يعني والله العظيم والله العظيم وصلت بينا يعني لدرجة هم يبكي وهم يضحك، يعني وصلت بينا ونفرحوا كي يجيبوا لنا شويه لحم نفرحوا، كي يجيبوا لنا فيات فكرونا نفرحوا. ناس كانت تدور بالمرسيدس تدور بالبي ام تدور بالهونداي تدور بالدنيا 170 الف تروح تشري هونداي اكسنت شوكر، الناس دخلها في الحياه ما كان والو. بعد كي قعدت الناس يعني الحكومه هذه للاسف الشديد طبقت عليهم الحكومة هذه طبقت عليهم نظرية اضربوا على النخال ينسى الشعير. يعني الشعب كان متنعم بكل أنواع السيارات، استيراد السيارات، تركيب السيارات، نفخ العجلات، الدنيا كانت هانية، اللحم الفاكهة كذا. بعد كون الواحد يشتاق ياكل شوية لحم ويشتاق يشوف سيارة تتباع في الجزائر اللي هي فيات فاكرونا ب 250 ولا 260 مليون. سامعنيش، فرج ربي فرج ربي اوكي، فرج ربي ان شاء الله وربي قدر الخير. الموضوع الثاني اللي حبيت نتكلم عليه طبعا وهو المرسوم الرئاسي اللي يتم تداوله في فيسبوك وبعثه لي اكثر من الناس يقولوا بالزلمة هو تعليقك على تعيين وزير التجارة السابق كمال الزيك في منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية. أنا قريت المرسوم لكن بصراحة أولا ما فهمتش أنا هذه السرعة في إصدار المرسوم، ثانيا ما فهمتش مستشار مكلف بماذا، مستشار مكلف بالشؤون الخاصة، مستشار مكلف بالشؤون الاقتصادية، مستشار مكلف بالتجارة الخارجية، مستشار مكلف بالخرشوف الكابوية، مستشار بماذا. لكن أجيب أنه لكل مقام مقال ولكل حادث حديث، وأنا لا أريد أن أعكر صفو هذه السهرة المباركة وهذا العيد الوطني اللي هو عيد النصر 19 مارس للحديث عن هوامش، لأنه بالنسبة لي أنا هوامش. في وقت سابق قلت أنه محيط الرئيس فاشل ومزلت عند رأي، لأن هذا التعيين إذا ثبت أنه بالفعل صحيح إذن المحيط الفاشل يزيده الرئيس فشلا على فشل، يعني راه يزيد في الطين بلة. يعني ما كفناش أنه هذا فشل في تسيير قطاع التجارة، يصبح مستشار للرئيس ممكن يشاوره حتى في الزلابية والمقروط ويدخل البلاد في حياته. سيد ما ينفعش في الحليب، في الحليب على مستوى وزارة التجارة يروح الرئاسة مستشار، بصراحة أنا شوب اللي. لكن أعود أقول وأكرر، الوقت غير مناسب ولكل حادث حديث لكل مقام مقال، وسأعود للموضوع في قادم الأيام بإذن الله طبعا لما نتأكد من هذا المرسوم ومن هذا الخبر. الآن الموضوع الأساسي، الجزائريين اليوم الحمد لله خرجوا بالآلاف، والشيء اللي الفت انتباهي ومثل ما خبرتكم أنا لأول مرة أشارك في وقفة في مسيرة في احتفال رسمي للشعب الجزائري، أقول احتفال رسمي للشعب الجزائري وليس للرسميين، للشعب الجزائري، ل المغتربين، للجالية الجزائرية في الخارج،
الشيء اللي لفت انتباهي هو الحضور المكثف للعائلات، نساء ورجال وأطفال، يعني ناس جايين بولادهم، خاصة وأنه تزامن هذا الاحتفال بيوم الأحد اللي هو يوم عطلة في أوروبا في فرنسا، وكان الحضور مميز ولفت انتباه عائلات بأكملها. أنا شفت عائلات، يعني واحد هو وزوجته أولاده جايين بالعلامات الجزائرية الحمد لله، كانت وقفة أكثر من مؤثرة، وقفة في القمة. بالمناسبة أشكر كل القائمين على تنظيم وترتيب هذا العيد وهذا العرس الوطني في باريس، طبعا بدون ذكر أسماءهم لأنه البعض أعرفهم بأسماءهم وقابلتهم يعني وتكلمت معهم، والبعض الآخر طبعا ما نعرفهمش اللي هما رجال خفاء. أشكر كل الإخوة والأخوات وبدون ما نذكر أسماءهم فردا فردا، وهم معروفين طبعا عند الجالية الجزائرية اللي وقفوا منذ تقريبا أسبوع ولا أكثر، هم يحضروا في هذا الوقفة بكل ما لل يعني ما للوقفة من رمزية ومن تحضير مادي ومعنوي وبالخصوص نفسي، لأن الناس كانت متخوفة أنه في هذه المسيرة ممكن تحدث صدامات، ومثل ما تعرفوا في آخر لحظة